السؤال ديالنا هو منين تعطات اول شهاده مكتوبه في العالم وفي شمن تخصص؟ والله ما عرفت. ولا سولتك الشهاده الاولى في العالم مكتوبه منين تعطات؟ ما عنديش هذه المعلومه. شكرا لك. شكرا لك مولاي، بارك الله فيك. لا خطيك. يلا معنا مشاهدينا، سبحان الله العظيم، هما الناس اللي تسمعوا اول شهاده مكتوبه في العالم منين تعطات، الفكر ديالهم تيمشي لامريكا، تيمشي لبريطانيا، تيمشي لالمانيا، ولكن لحد الان مازال حتى شي واحد ما طاح في الجواب الصحيح واللي هو فاس. شنو هما الدول اللي معروفين بالجامعات ديالهم كبار؟ كاين المغرب، مصر، وتونس، وهادشي اللي عارف دابا حاليا. ولا سولتك على منين تعطات اول شهاده مكتوبه في العالم؟ احسن جواب هو الابتسامات. الله يسعدك. تكون واقيلا من جامعه القرويين. اش من تخصص؟ طب. طب طب تكون ماشي تكون، حيت دابا انت راك شويه اعطيني جواب صحيح. تكون طب. طب طب متاكد؟ متاكد. إذن مشاهدينا كان هذا هو الجواب الصحيح ديالنا.